في الفيديو ده نتعرف على معنى محادثاتك معلقة الآن في سناب شات أو دردشاتك معلقة الآن في سناب شات زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة. فلو صورت سنابة بالشكل ده وحاولت ترسلها إلى أي صديق من الأصدقاء عندك في سناب شات زي ما احنا شايفين، هنرسلها إلى أي صديق من الأصدقاء بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا، هيقول لنا هنا دردشاتك معلقة الآن بالشكل ده. وده ممكن يكون له أكثر من معنى. المعنى الأول إنك غير متصل الآن بالإنترنت، وحل المشكلة دي إنك تتأكد من اتصال جهازك بالإنترنت. والسبب الآخر اللي موجود معانا إن الشخص ده ليس صديقك على سناب شات، وبالتالي الرسالة معلقة حتى يتم قبولك كصديق على سناب شات. لما يقبلك كصديق على سناب شات الرسالة بتصله. والسبب الثالث اللي موجود معانا إنه قد يكون الشخص اللي أنت بترسل له الرسالة والرسالة معلقة قد يكون عامل لك حظر او بلوك على سناب شات، وبالتالي الرساله بتظهر وكانها معلقه زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه. او ممكن تكون انت عامل له حظر او بلوك على سناب شات، طبعا انت ناسي انك عامل له حظر، وبالتالي عند الغاء الحظر بيتصلوا الرساله. والسبب الاخير اللي موجود معانا انك ممكن ترسل اكثر من رساله الى شخص معين، وبالتالي سناب شات بيعمل تعليق للرسائل. ده كان كل شيء عن الرسائل المعلقه في سناب شات. لو حابب تعرف معلومات اكتر عن سناب شات وعن كل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جزيلا على المتابعه.